وننتقل إلى الشأن الليبي، حيث قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثاني أن الليبيين وجيشهم يخوضون معركة الحق وسيلقنون قطر وتركيا درسا في الوطنية. وطالب أيضا في بيان له جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ للرد على التهديدات التركية الموجهة إلى ليبيا وسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية. كما دعا البيان سكان طرابلس للتحرك ومساندة الجيش في معركة الخلاص النهائي وتطهير العاصمة من الميليشيات المسلحة. هاتفيا ينضم إلينا الأستاذ عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن اللبناني. أستاذ عبد الستار، أهلا بك على إكسترا نيوز. يعني برأيك، يعني كيف تقرأ السيناريو الأقرب حدوثا في ظل خاصة لقاء عقيلة صالح بالجانب القبرصي؟ هناك مشكلة رئيسية، يمكن السيد عبد الله السني رئيس الحكومة المؤقتة أشار إليها، وهي الحرب التي يخوضها الجيش الوطني الليبي ضد الميليشيات والمسلحين الذين يحملون السلاح خارج نطاق القانون. هذه المشكلة كانت هي السبب في تأخر الاستقرار، وكانت السبب في استمرار الفوضى في ليبيا. حتى في ظل الحكومات المبكرة التي جاءت منذ عام 2012 وما بعدها، كانت الميليشيات هي العقبة الرئيسية أمام أي استقرار وأمام عمل أي حكومة، وكانت ترفض وجود جيش، وكانت ترفض أيضا وجود شرطة، وتتغول على المؤسسات وعلى المصارف وعلى الأجهزة الرسمية للدولة. في الوقت الحالي الجيش يقوم بتقليم أظافر هذه الميليشيات ومحاولة طردها وتحمل الأسلحة منها وهزيمتها، سواء كانت ميليشيات مسلحة جهوية أو إرهابية. طيب، على ذكر ذلك، يعني أستاذ عبد الستار، يعني الجيش على بعد ربما 4 كيلومتر أو شيء كهذا، يعني كهذا من العاصمة طرابلس، متى نتوقع أن يسيطر الجيش بشكل تام 100% على العاصمة، وما دلالة ذلك؟ يعني الأمر قد يستغرق بعض الوقت، لأن هذه الميليشيات ليست سهلة، وهي خليط سواء كانوا ليبيين او غير ليبيين، جهويين او مذهبيين، ارهابيين متدربين تدريب عالي ولديهم خبره على القتال. وبالتالي انا اعتقد ان ما اشار اليه السيد عبد الله السني من ان سكان طرابلس عليهم ان يعني يستقبلوا الجيش وان ينتفضوا، هذا مؤشر مهم ل يعني وضع حد للميليشيات في طرابلس ومساعدة الجيش على الدخول دون سقوط ضحايا من الأبرياء. مشكلة الميليشيات يمكن أن تؤدي إلى يعني لا أحد يتوقع أن يتم دخول الجيش إلى كل طرابلس والضغط على زر لإنهاء الفوضى. تكون هناك جيوب للإرهابيين وجيوب للميليشيات، سيتم استغلال المناطق السكنية، سنشهد محاصرة الجيش لفلول الإرهابيين في عديد من المناطق، وغالبا يعني من لديهم خبرة عن الحرب التي جرت ضد الإرهابيين في مدن مثل بنغازي ودرنا سيتوقع سيناريو إلى حد ما مشابه في طرابلس. طيب أستاذ عبد الستار، يعني أريد يعني رؤيتك لطلب أردوغان من بعض الفصائل المسلحة التي يدعمها في سوريا إلى الدخول إلى المعادلة في الشأن الليبي، كيف تقرأ ذلك؟ خاصة يعني في ظل أن بعض هذه الفصائل رفضت هذا العرض، ماذا إذا وافقت فصائل أخرى على هذا العرض؟ كيف يغير ذلك من المعادلة برأيك؟ الأمر ليس بتلك السهولة، يعني أردوغان يتخبط، والظروف الإقليمية والدولية لم تعد في صالحه، ومسألة نقل مقاتلين ومعدات عسكرية واعتاد عسكري من تركيا إلى ليبيا من الصعب الاستمرار فيه مع قوة الجيش الوطني الليبي، مع وجود تحفظات غربية، تحفظات إقليمية ودولية. يعني هو يتحدث ولا ينبغي تصديق كل ما يقوله، يعني مسألة، يعني لا يوجد حتى لدى الليبيين تقبل لدخول قوات أجنبية أو قوات يعني ينظرون إليها كقوات غازية تقوم بغزو ليبيا. وبالتالي أنا أعتقد أن كلام أردوغان يعني إذا كان يعني للاستهلاك المحلي في تركيا، للضغط على بعض الدول بإطلاق حنجرته بالتهديدات وبالوعيد وبالتلويح مزيد من الفوضى،
وكل هذا يعني لا ينطلي على الدول الكبيرة المسؤولة التي تتعامل وفقا للمواثيق والقوانين الدولية، زي طبعا مصر وقبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي عموما والدول الغربية بشكل عام. كل هذه الدول لا يعني تتصدى لمحاولات أردوغان للتمسك في المنطقة. هو في الحقيقة انكمش إلى حد كبير، نظام انكمش داخل تركيا وفي القارة الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط. يعني هو يتراجع ولم يعني لم نعد منه إلا ظاهرة فوضية تقوم بالتهديد. طيب أستاذ عبد الستار، يعني ربما دعوات أردوغان لتلك الفصائل المتواجدة في سوريا للدخول إلى المعادلة ربما يعني إذا نمت عن شيء فهي تنوم ربما عن عدم رغبته في الدخول بشكل مباشر إلى ليبيا، ولكن على الصعيد الآخر هناك دعوات للبرلمان التركي خاصة نواب حزب العدالة والتنمية إلى قطع إجازاتهم للتصويت على مسألة الدخول العسكري إلى ليبيا. كيف تقرأ هذا التضارب؟ يعني ما السيناريو الذي نتوقع؟ هل يدخل ليبيا أم لا يدخل ليبيا؟ دخول ليبيا يعني لا تستطيع دولة أن تستيقظ صباحا وتقرر أن تدخل دولة أخرى. الأمر يتعلق صحيح بتوازنات إقليمية ودولية ويتعلق بمجتمع دولي. يعني البحر المتوسط ليس هكذا يعني بحيرة خالية من أي قوة. في البحر المتوسط توجد قوة تابعة للاتحاد الأوروبي معروفة بقوات صوفية اسمها، موجود أيضا شركات كبيرة مثل شركة إيني وشركة توتال يعملان في البحر المتوسط، وخاصة في المناطق التي قال أردوغان أنها حدود بحرية بينه وبين ليبيا. توجد أيضا الأمم المتحدة، يوجد مجلس الأمن، توجد روسيا، توجد أمريكا. يعني ليس من السهل أن يستيقظ رئيس دولة ويقول أنا سأرسل قوات وسأقوم بغزو دولة أخرى، حتى لو كان يستند إلى أسانيد هشة مثل المذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. أنا في رأيي هو يحاول أن يقوي نفسه في الداخل التركي، لأنه لا ننسى أن كثير من القيادات التي كانت تعمل معه تركته وحيدا وبدأت تشكل قوى سياسية مختلفة ومعارضة له على الصعيد الداخلي في تركيا. أيضا هو يخسر في أماكن كثيرة سواء في سوريا أو في ليبيا أو حتى في السودان، حين كان نظام عمر البشير السابق كان هناك علاقات قويه بين تركيا والسودان. اليوم هو خسر هذا الطريق وهذه العلاقه بعد تغير الاوضاع في السودان. يعني انا اريد ان اقول ان اردوغان في الحقيقه يخسر، بينما هو يصدر خطابا بانه منتصر وانه قوي وانه قادر على غزو الدول الاخرى. هو يعني يحاول ربما تشتيت الداخل التركي بشكل ما. طيب سيد عبد الستار، يعني زيارة 4 وزراء خارجية دول أوروبية إلى ليبيا في هذا التوقيت ماذا تعني وماذا تغير في المعادلة؟ هم الأوروبيين بدأوا يدركوا أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق تحوم حولهم شبهات بالتورط مع الجماعات الإرهابية، وأنهم انحازوا إلى محور الشر الذي يصدر الإرهاب والفوضى متمثلا في تركيا، نظام حزب أردوغان والقيادات الإخوانية المقيمة في قطر وباقي القيادات الإرهابية، والبحث عن سند لتماسك الدولة الليبية مستقبلا. وأعتقد أن هذا السند وهذه الركيزة موجودة ومتمثلة في مجلس النواب المنتخب بشكل شرعي من الليبيين والمنبثق عنه كل من الحكومة المؤقتة والجيش الوطني الليبي. الدول الغربية يعني غيرت من توجهاتها خلال الفترة الأخيرة وبدأت تتحدث عن أن الجيش الوطني الليبي هو جيش شرعي وأن لابد من التعامل مع مجلس النواب بعد أن نبذه المجتمع الدولي بضعة سنوات من بعد انتخابه في عام 2014 إلى أواخر 2017. الحكومة المؤقتة لم نكن نسمع لها صوتا في السابق بسبب الضغوط الدولية وإصرار المجتمع الدولي على الاعتراف فقط بحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي. طيب على ذكر الاعتراف بحكومة الوفاق، يعني سيد عبد الستار أعود إليك إلى أول سؤال سألته لك في هذه المداخلة بخصوص اجتماع عجيلة صالح مع الجانب القبرصي. ربما هناك نقطة غاية في الأهمية في هذا الاجتماع وهي الحديث حول مسألة الاعتراف بحكومة السراج. يعني
هل ربما خاصة في ظل امتعاض الدول الأوروبية من هذا الاتفاق يعني بين أسراج وبين تركيا، لماذا لا تقوم هذه الدول بسحب تلك الشرعية التي أضفتها على هذه الحكومة؟ يعني معروف أنه لا يوجد توافق ما بين الدول الكبرى، خاصة في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الدول الكبرى لديها مصالح، وحتى دخل الاتحاد الأوروبي، يعني الاتحاد الأوروبي لديه خطاب موحد في الظاهر كما نرى، لكن في داخل الاتحاد الأوروبي هناك خلافات بين مثلا إيطاليا وفرنسا، بعض الدول الأخرى لديها طموحات ولديها أطماع، في مجلس الأمن أيضا روسيا لديها موقف، أمريكا لديها موقف مغاير، في الأمم المتحدة غير قادرة الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات جذرية لسحب الاعتراف في المجلس الرئاسي وصرف العفريت المسمى بحكومة الوفاق الذي زرعته في طرابلس. يعني هناك الكثير من التقاطعات وتبادل المصالح يحول دون قيام المجتمع الدولي باتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء الفوضى في ليبيا والتحلي بالشجاعة لسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق. إذا برأيك يعني سيد عبد الستار، ما المخرجات التي نتوقعها من لقاء عقيلة صالح ب يعني ديمتريس سالورس في قبرص في هذا التوقيت؟ يعني هو نستطيع أن نقول أن مجلس النواب ومعه الحكومة المؤقتة حكومة السيد عبد الله الثاني بدأ في الفترة الأخيرة في استثمار انتصارات الجيش في عموم ليبيا، وبدأ في العودة لممارسة العمل السياسي والشعور بتخفيف الضغط من جانب المجتمع الدولي عليهما. يعني المجتمع الدولي في السابق كان كما قلت يمنع التعامل مع حكومة الحكومة المؤقتة أو مع مجلس النواب، أو على الأقل يقوم بتهميشهما. بعد انتصارات الجيش الوطني الليبي وقيام الجيش ببسط سلطانه على الشرق والجنوب ومناطق واسعة جدا من الغرب، أصبح المجتمع الدولي مضطر للتعامل مع الأجسام التي يحميها الجيش، وهي أجسام شرعية منتخبة ممثلة في مجلس النواب ومخرجاته ومنها الحكومة المؤقتة. لهذا السيد عقيلة صالح والسيد عبد الله الثني يسعيان لدى الدول الأخرى والمجتمع الإقليمي والدولي لتقديم أنفسهم كممثلين شرعيين للدولة الليبية في حالة وجود فراغ في طرابلس بعد أن يسيطر الجيش على العاصمة. طيب سيد عبد الستار، يعني دعنا نتحدث قليلا ربما عن الجانب الروسي، يعني روسيا ايضا لديها وجود في هذه المعادله الليبيه، لديها مصالح ايضا ربما تتعارض مع هذه الخطوه التركيه التي ينتويها اردوغان. هل يمكن بالفعل ان نشاهد ازمه بين روسيا وبين تركيا في هذا الملف او بسبب هذا الملف؟ يعني تركيا يعني عاملة زي التاجر اللي معاه فلوس قليلة وبينزل السوق، يعني ما يقدرش يغامر إلا بعد أن يقوم بالمراقبة الوضع لفترة طويلة. الروس في كل المشاكل الدولية كان لديهم حضور، لكن هذا الحضور غير فاعل إلا في اللحظات الأخيرة وبما يتوافق مع المصالح الروسية العليا والمصالح الروسية الخاصة. ولهذا نرى الروس متواجدين في الملف الليبي لكن بحذر وبترقب وبحسابات خاصة للغاية تتعلق بالمصالح العليا الروسية، سواء فيما يتعلق بمسارات الطاقة، الغاز، البترول، توريد المعدات العسكرية مستقبلا، لديها هي إرث كبير من صناعة الدشم التي تم تدميرها على يد حلف الناتو في عام 2011، وتريد أن تقوم بإعادة دراسة هذا الوضع العسكري الخاص بالدشم وكيف تم تدميرها. يعني روسيا تتحرك بآليات خاصة بها وهي خاصة جدا يعني، ولهذا نرى أن تعاملها مع تركيا غير مفهوم بالنسبة لكثير من الناس، لأنها أحيانا نعتقد أنها تتحالف مع أردوغان وأحيانا نشعر أنها تتنافس معه في ملف الليبي. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد الستار حتيت، الكاتب والمتخصص في الشأن الليبي.